الآن هذه الصور المباشرة من معرض إكسبو دبي 2020. إذن هذه الصور المباشرة نتابعها الآن من معرض إكسبو دبي 2020، والذي تعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة بأن يكون إكسبو 2020 هو الأفضل في تاريخ المعرض الممتد على مدى 169 عاماً. هذا المعرض الضخم الذي يقام على مساحة إجمالية تقدر بنحو 4.5 كيلو متر مربع على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، كما سيدعم هذا المعرض بحسب الخبراء توفير نحو 49,000 وظيفة بدوام كامل سنويا تمتد من 2013 إلى 2031. كما يتوقع أن يزور المعرض 25 مليون شخص، وقد اختارت دولة الإمارات العربية المتحدة شعار تواصل العقول وصنع المستقبل عنواناً لحملة استضافة المعرض إكسبو دبي 2020، وهي بحسب الخبراء فرصة مثالية لرسم ملامح المستقبل ليس فقط في المنطقة العربية أو دولة الإمارات العربية المتحدة وحدها، بل في العالم أجمعًا.